كنمشي للسوق بالليل ديما، مشيت مع السوق لقيته في السوق تمايا، كان كيبيع في واحد الحمارة بعناه معاه، تخلص خدا الفلوس ديالو. حسب لي واحد السيد دارها في جيبو واحد داو، كان ديك الخيشة اللي قالوا الناس، انا ما ميقانش من هاد الهضره، وني قالوا الناس بلي هذيك الخيشه هي اللي كانوا فيها الجناوه ديال اللي قام بهم هاد العمليه. ملي هز هذيك الخيشه دوك البيع والشرايا قالوا لي عطينا الخنشه، خنشه من هذوك الخيشات، ويدفعوا بواحد القوه ضرب، دفعوا حتى طاح على صحابو دوك الاخرين صافي، وزاد خذ الفلوس ومشى بحالاته. مشى شرب اتي مع واحد السيد وخذ طاكسي كورسا جابو للدار للدوار هنايا. ملي جا للدوار ما كاين مع ديك الوقيته ديال 11 ونص ل 12، جا لهنايا الدوار خاوي، ما كاين باقي من الناس يلاه تمو جايين من السوق، بقى مسوقين وجايين. ملي جا بحال هكاك دخل، فاش كنتي معاه في السوق بان لي كيف الحاله الاولى؟ كان عادي، واني ملي مشى ليه هذاك السيد الخنشق كانت مفاعل بزاف، كان رد ديال الفعل ديالو قويه، ما حيت دفعوا بواحد الطريقه ماشي عشوائيه ماشي وحشي. صافي جا لهنايا وبدا كيرتكم في الجرم ديالو، جا هنايا دقت على باه تبعو مو، جات خرج مرتو هربت تبعها جابها من برا، دخلها لداخل دبا حتى يقتلها، جات نسيبتو باغا تفك قتلها حتى هي. شنو كيقوم بعمليه ماشي بكراهيه، كيتقن ما كيخليش الضحيه، كيتيقن منه بانه مات عاد كينوض، كيذبح من العنق، الا وحده بنت خوه اللي ما ذبحهاش، والشي الاخر كلشي مشى بعيد، كلهم ذبحهم الا وحده اللي ما ذبحهاش. خشى لها جنويه هنا ودور في تل الجنويه، بقات واحد الحفره في العنق ديالها. صافي كانوا خرج اللي لقاه كيضربوا، كانت مرات خو غاده باغا تقطع ولدها ديال المدرسه، ملي شافته مشات وعاود رجعت وهو يتبعها، تبعها دخلت عند واحد الناس، ملي خرجات بقى سامر ليها تمايا حتى خرجات ويطيحها حتى هي. ورجع دخل الدار، طلع البنت حتى هي يذبحها، وخرجت مراه اختها هربت. وهذا الشيء اللي كيدير على حساب، كتقول عنده شي حساب، واني ما كاين لا حساب لا والو، هو مريض محتل عقلي ماشي، واني هذا الشيء راه مخطط ليه، راه ماشي انا الشيء اللي ما بغاش يتفهم ليا، مخطط لهذا الشيء، هو كاين شي دافع وراه هذا الشيء، واني ما فهمناش باقي من احد الساعه ما تفهمش ليا انا هذا الشيء. لا ما كان كياخذ لا دواء لا والو، هو ديجا كان مريض، كيمرض واني ما كيوصلش، واني هو قبل انا سمعت باللي ذبح حمار، ولدت لي الحماره ولد ودا الساحل وذبحو، قالها لي هو حكاها لي، واني انه قتل كلب ثاني قبل من وراه، قتل الكلب ذبحو حتى هو بنفس الطريقه، كيذبح بنفس الطريقه، هو بدا العمليه ديالو من الحمار ملي ذبحو. فاش حكاها لك؟ علاش ما قالكش شنو السبب؟ لا ما قال لي لا شنو السبب لا والو، هو ديك الساعه ما تقبلش، كان باغي تولد لي بغل، وملي ولدت لي دحش ذبحو، هذا هو الدافع ديالو. صافو مشى كيقلب لواحد الولد اخر، هذاك الشيء علاش كاين شكيت بلي كاين شي حاجه تصفيه ديال بينو، واش دماغ المخيله ديالو قال شي حاجه ما فهمت والو. انا مازال معاه البنات ديالو وما توشاهمش، بقاو معاه حتى لاخر لحظه، واني موقع عليهم والو، ما اداهم ما والو حتى خرجوا. هادشي معلاش ما فهمتش، علاش قتل الناس كلهم وبناته والناس اخرين، ما شحال من واحد ما قتلوش.